نحفظ لله الواحد امين. احنا المره اللي فاتت كنا بنتكلم في الكنيسه على موضوع حامل ايقونات والمذبح والحاجات اللي موجوده يعني في داخل المذبح. والحقيقه من الحاجات المهمه قوي عندنا في الكنيسه هي موضوع البخور. وموضوع البخور الحقيقه يا جماعه ده موضوع الكنيسه ما جابت دماغها. يعني ده موجود في تعاليم الرسل من القرن الرابع، وموجود فيه يعني ان في حاجات كتيره من السنين اللي فاتت كلها بتقول ان على الاسقف ان يبخر الهيكل بنفسه ما دام الكاهن، يعني لو الاسقف موجود يبخر بنفسه امام الكاهن فيبخر البيع. وطبعا يعني الكنائس في الوقت ده هوت ما كانتش على درجة واحدة من النضوج أو من مفهوم، عشان كده بدأت تبقى في نوع يعني في عدد كبير من اليهود اللي اتنصرهم بقوا موجودين في الكنيسة. كان في مشكلة شوية مع البخور لأن كان فيهم ناس من أصل وثني، والوثنيين بطبيعتهم بيستعملوا البخور وبيبتدوا يعني ايه يشككوا في استعمال البخور. والحقيقه من بين الفلاسفه اللي كانوا متعمدين وكان لهم راي كده خاص، يعني ما اهتموش بالبخور وحاولوا ان هم ينتقدوه، زي أثيناغورس وكليماندوس السكندري أغسطينوس، دول كانوا عندهم شوية تحفظات عن البخور. لكن ده مش معناه إن الكنيسة تخضع لأي أي طرار يجي عليهم. فبدأ يبقى واضح، وطبعا مفروض إن احنا البخور يبقى منطبق عليه الكلام اللي اتذكر في الكتاب المقدس سواء في سفر الخليقيين او غيره، ان هو ما يبقاش من اصل حيواني، لانه مهما كان لما يبقى من اصل حيواني الريحه ما بتبقاش حلوه ابدا. فبالتالي اصبح خدوا بالكم ان في القديم كان في مذبح للايه؟ مذبح للبخور، وكانوا بيعتبروا البخور ده ذبيحة. جت المسيحية عندنا ذبيحة واحدة هي شخص مين؟ شخص سيد. عشان كده ما بقاش عندنا موضوع مذبح البخور. لكن الحقيقة يعني بعض الكهنة الوثنيين زي ما قلت لكم كانوا بيحاربوا الكلام ده، لكن الحقيقة البخور عندنا داخل في صلوات الكنيسة وكل طقوسها، ويعني هتلاقيه في صلاة عشية، لدرجة إن إحنا صلاة عشية وصلاة باكر إيه؟ رفع بخور. يعني لما الكنيسة تحط الاسم ده معناها إن في استعمال كتير أوي أوي للبخور في وقت الصلوات دي. وطبعا رفع البخور في نفس الوقت يعني يعتبر مجازيا، يعني ان هو ذبيحة صلاة، يعني واحد بيقدم صلواته بيقول له يا رب نفسي تشتم البخور ده كرائحة زكية بالنيابة عني. وزي ما قلت لكم يعني ما فيش قداس من غير رفع بخور باكر، وبالتالي يعتبر رفع البخور ده نوع من التمهيد لإيه؟ للقداس أو الذبيحة بتاعة اللي احنا بناخد فيها جسد المسيح ودمه. والحقيقة مع تقديم البخور
في القداس، مش مجرد ان احنا يعني بنحط شويه بخور في الشوية خلاص. في صلوات وفي حاجات جميله موجوده في الكنيسه في كل الحاجات دي. الكاهن بعد صلاه الشكر في باكر طول يدخل المذبح ويبتدي بعد كده الشماس يقرب له الشوريه المجمره، والكاهن يبتدي يحط خمس ايادي بخور. الايادي بخور دول عباره عن ايه؟ يرمزهم للخمس ذبايح اللي كانوا موجودين في العهد القديم. ولما بيبتدي ياخد البخور بيرشم الاول سيدنا الاب والابن ابن الوحيد، بارك الاب ضابط الكل، وبعدين الابن الوحيد، وبعدين الروح القدس، وبعدين مجدا واكرما اكرما مجدا. فالخمس ايادي هنا بيفكرونا بالذبايح بتاعت العهد القديم اللي كانت عبارة عن رمز للصليب. من جهة تانية والكاهن بيحط البخور في حاجة اسمها سر البخور. سر البخور ده سواء في عشية أو باكر، والكاهن بعد ما يحط البخور في الشوية ويصلي سر البخور يبتدي على طول هو متجه لناحية الشرق ويبتدي يعني يلف حوالين المذبح. وبعد ما يخلص الثلاث دورات اللي جوه المذبح بيبتدي يطلع ويدي بخور في كل الاتجاهات كأنه بيقدم البخور لربنا الموجود في كل مكان. بعد كده في الأثناء دي طبعا الشمامسة بيقولهم أربع ناقوس، وبعد كده نلاقي الكاهن يا اما في باكر في عشيه يصلي اوشيه الراقدين، وفي باكر يصلي ايه؟ يصلي المرضى والمسافرين او المرضى والايه؟ والقرابين. بعد ما يخلص الكاهن دوره البخور، ودوره البخور الكاهن بيدي فيها البخور لمين؟ للقديسين اللي موجودين في الكنيسه. بعد ما يلف الكاهن بالبخور في أثناء دورة البخور، يعني زي ما قلت لكم حال الصلوات السرية دي يا جماعة أنا نفسي نخصص لها مرة الوحدة لأن فيها حاجات جميلة قوي. يعني شايف الكاهن بيقول إيه في رفع بخور عشية، وهو بعد ما حط البخور قبل ما يبتدي الدورة يقول أيها المسيح إلهنا طيب مسكوب هو اسمك، وفي كل مكان يقدمون ويقدمون بخورا لاسمك القدوس. وبعد كده لما يخلص الكاهن دورة البخور ويصلي الأواشي، بعد كده بيصلي ابنوت نينان اللي هو بيطلب فيها من أجل الإيه؟ من أجل الكنيسة كلها. خدوا بالكم يا جماعة أنا الحقيقة بتعجبني أوي أوشية القرابين، لأننا بنحس إنها إيه؟ واخدة الكنيسة كلها. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت بسطتهم والذين قدمت من أجلهم. يعني كأن الكنيسة في أوشية القرابين اتكلمت أو يعني افتكرت يعني كل شعب الكنيسة بطريقة جميلة أوي. طبعا بيختم الكاهن رفع بخور، بعد كده بتدي القداس. لما نبتدي القداس عندنا بيبقى فيه بعد رفع الحمل في رفع بخور البولس، ويقول ايه الكاهن في الحكاية دي؟ يقول له أعطنا يا رب أن نصعد أمامك ذبائح ناطقة وصعائد بركة وبخور روحاني يدخل إلى الحجاب في موضع قدس أقداسك. وزي ما قلت لكم بيلف ثلاث دورات جوه المذبح، وبعدين يطلع ياخد دورة كده ودورة كده، وبعدين يرجع ثاني
المهم الدورات دي بتفكرنا ب يعني أسوار أريحة لما لفوا حواليها 7 مرات ووقعت الأسوار. إحنا بنلف نفس اللفات علشان تسقط مملكة الشيطان. البولس طبعا أي جزء من أي رسالة، ال14 رسالة، عندنا حاجة تاني في القراءات اسمها كاثوليكون. وكاثوليكون يعني الجامعة، حاجة للناس كلها، لأن دي الرسائل اللي كتبها يعقوب وبطرس وحنا ويهوذا، دول 7 رسائل، ودول ما كانوش زي رسائل معلمنا بولس الرسول متجهين لحد معين، لكن كان بيقول الكاهن ايه؟ الكاهن بيقول يا ربي انا عايزين كلمتك توصل العالم كله، ويبقى الكل يا ربي ايه؟ يتمتع بكلمتك. بعد كده بنقرا جزء من لبراكسيس، وخذوا لكم لبراكسيس هو السفر الوحيد في الكتاب المقدس اللي ما انتهاش، يعني ما فيش كلمه امين في اخر السر، وده مخلي السر ده ايه؟ مفتوح. يعني احنا يعني ايه بن بن بنقرا منه جزء. وطبعا خدوا بالكم والكاهن بيلف بالبخور في الكنيسه، ده كان تنفيذ يعني لكلام السيد المسيح ان ما حدش يبرح اورشليم لغايه ما يلبس قوه من العالي. وفي نفس الوقت البخور ده بيفكرنا بصعود السيد المسيح وحلول الروح القدس. طبعا لبراكسيس الكاهن بيقول ايه؟ اللهم الذي قبل ذبيحه ابينا ابراهيم بدلا من اسحاق واعددت له خروفا، اقبل منا نحن ايضا يا ملكنا محرقة هذا البخور. وبعد كده يرفع بخور حول المذبح ويطلع يدي بخور الكناف. وفي طبعا حاجة يعني اكيد انتم بتاخدوا بالكم منها، الكاهن بيجي يدي بخور للكاهن اللي بيخدم معاه، ودي طبعا علامة محبة وعلامة وحدانية وعلامة ان كل واحد فيهم بيطلب صلوات التاني. طبعا من الجانب الثاني بيدي برضه بخور للأب الأسقف. وطبعا في البخور للأب الأسقف بيقول له اذكر يا رب رئيس كهنتنا، اذكر يا رب شريكه في الخدمة الرسولية، وآخر يد يقول له اذكرني يا أب الأسقف في صلاتك. فيعني عايز نقول هنا إن تقديم البخور سواء للكاهن أو للأب الأسقف ده نوع من يعني مع الأسقف فيها نوع من الخضوع ليه كرئيس الكنيسة، وفي نفس الوقت مع الكاهن زميلي علامة محبة بيننا وبين بعض. مهم قوي إن احنا ناخد بالنا إن موضوع البخور ده مش موضوع احنا حاطينه من نفسنا، النبوات اتكلمت عن كده. يعني في سفر ملاخي يتكلم عن يكون مذبح لرب في أرض مصر وبعدين عمود في تخومها، كلام زي كده. طبعا الكلام ده لما بيتقال ما كانش فيه. وبعدين يقول ايه؟ انه هيرفع بخور، كل الامم ترفع بخور لربنا. ازاي كل الامم؟ ده احنا ما عندناش غير كنيسه واحده، وما فيش حد ابدا من حقه يتعامل مع البخور غير ايه؟ الكهنة اللي في الهيكل. كانت نبوة عن ايه؟ عن ازاي ربنا الخدمة هتنتشر وهيبقى فيه بخور في كل حتة، في كنيسة في كل مكان. في حاجة مهمة اول الكاهن بيعملها لما مفروض الكاهن، يعني سامحوني يعني احنا مقصرين، لكن مفروض الكاهن هو بيلف بدورة البخور او دورة البراكسيس بيحط ايده على يعني راس كل واحد في الشعب. والحقيقة يا جماعة دي فرصة حلوة ممكن الواحد يعترف بيها لو في خطيئة تعباء قوي، يقول له هنا انت تعبان من الحاجة الفلانية،
وبعدين يبقى يكمل، او يقول لابونا صلي لي عشان الموضوع الفلاني. بعد كده الكاهن بيعمل حاجه اسمها سر الرجعه، ويجي كده بالبخور قدام المذبح ويقول له اسالك يا سيدي يسوع المسيح، انا عارف بذنبي مقر بخطيتي فاصفح عني. وبعد كده يكمل يقول له اقبل يا رب اعترافات شعبك زي ما قبلت اعتراف اللص على اليمين. وخدوا بالكم ان في قرايه الانجيل الكاهن بعد ما بيعمل اوشيه وبيطلب، طبعا جميل قوي ان احنا في الكنيسه مرتبطين بالقديسين في كل حاجه بنعملها. يعني ايه؟ يعني في اوشيه الانجيل نقول يا ربي اجعلنا ان نكون سامعين وعاملين. بايه؟ بالصلوات القديسين دول يا ربي، علشان هم سبقونا واحنا عايزين نتعلم منهم. بعد كده لما نيجي في القداس نلاقي الكاهن وهو بعد ما بيقول أجيوس ويبتدي قدوس قدوس، وبعد كده الجزء الثاني في صلاة قدوس يقول تجسد وتأنس. وفي الوقت ده الشماس يقدم لابونا الشوريا وابونا يحط بخور، علشان ده بيفكرنا تجسد السيد المسيح ازاي. هنا الفحم اتحد بالنار، الناسوت متحد باللاهوت. وبعد كده احنا لما بنقول كده البخور علشان يؤكد على يعني حقيقة تجسد السيد المسيح. بعد كده بيجي الكاهن يعني تجسد وتأنس وحط بخور. بعد كده لما يجي يقول وقام بين الأموات، وبعد كده يدخل في إن هو هيبتدي صلوات التقديس، يجي بعد كده ياخد إيه؟ الشماس يجيب له الشرية، وهو ياخد ثلاث أيادي بخور على الذبيحة. وده علامة على إن إحنا إيه؟ على إن إحنا يعني بنطيب الجسد زي ما عملوا الناس اللي سكبوا الطيب. عشان كده واحد من الآباء قال حاجة جميلة خالص، قال يعني الناس اللي هم بيقاوموا موضوع البخور دول عاملين زي مين؟ عاملين زي الناس اللي كانوا واقفين حوالين السيد المسيح لما المرأة إيه سكبت الطيب. واحد من التلاميذ قال ايه؟ لماذا هذا الاتلاف؟ يعني ايه لازمه الحكايه دي؟ فبرضه بعض الناس بيحاولوا يعني يقاوموا الامور دي، لكن ده الكنيسه استلمت كده وعايشه كده على طول. زي ما قلت لكم التبخير فوق المذبح بيفكرنا برضه بحاجه تاني، بعمل الروح القدس في تقديس الذبيحه الموجودة على المذبح، وإزاي تحل نعمة ربنا وكلنا ناخد بعد كده من الجسد والدم. خدوا بالكم التبخير قدام الأيقونات هي طلب شفاعة القديسين وإعلان عن شركة الكنيسة المجاهدة مع الكنيسة المنتصرة. وخدوا بالكم يا جماعة في حاجة مهمة قوي، ايه الفرق بين الصورة وبين الأيقونة؟ الصورة يعني تاخدها تحطها في أي حتة خلاص. الأيقونة الأسقف مسحها بزيت الميرون ونفخ فيها نفخة الروح القدس، فأصبحت الأيقونة عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاجة مقدسة ومفروض إن هي فيها الروح القدس. ولما بنيجي لغاية الأيقونة المدشنة وبنطلب بإيمان ربنا يستجيب لصلواتنا. طبعا يعني في القداسات بتختلف إمتى الكاهن يحط البخور، يعني إذا كان في البسيلي بيحط في تجسد وتأنس، في الغرغوري بيحط القداس في بيحط البخور إمتى؟ لما بيقول ربنا أقدم لك يا سيدي
مشورة حريتي. فبيقول له يا رب أنا بنسلمك حياتي بالكامل، وأنت يا رب إيه تدبر زي ما أنت عايز وترتب زي ما أنت عايز. يعني برضو يا جماعة البخور في الكنيسة بمفروض بيعيشنا حاجات معينة. يعني بني إسرائيل لما كانوا في البرية كان في سحابة إيه بتظللهم، وإحنا في الكنيسة البخور بيرتفع ويعمل زي السحابة، فكأننا ماشيين مع ربنا وربنا بيحفظنا أو بيظللنا بإيه بمحبته. في نفس الوقت إحنا في العهد الجديد بنفتكر تجلي السيد المسيح على الجبل مع الثلاث تلاميذ، غيرت هيئته قدامهم وبدأ وش يلمع وبدأ هدومه تلمع، والتلاميذ بدأ يقولوا له زي ما قال بطرس جيد يا رب أن نكون هنا. وأنا بنتكلم على البخور مهم أو أن أنا بنتكلم عن المجمرة أو المبخرة. يعني طبعا المبخرة هي الحاجة اللي احنا بنرفع بيها أو بنستخدمها للتبخير، وبنسميها كمان المجمرة. وكلمة مجمرة يعني ايه؟ يعني هي المكان اللي يتحط فيه الجمر بتاع النار، عشان كده بنسميها ايه؟ مجمرة أو الشرية، ودي طبعا كلمة من القبطي و بنستخدمها كتير في الألحان زي تشوي وغيره. وفي نفس الوقت نبص عليها نلاقي بعض الكنائس طورت في الموضوع. طورت الموضوع ازاي؟ جابت المبخرة دي عبارة عن حاجة الكاهن يمسكها بإيده كده ويحط فيها الفحم ويحط فيها البخور وبس. احنا الحقيقة الشوية يا جماعة فيها حاجات جميلة خالص. أول حاجة إن إحنا لما بنقول مثلا تشوي أو شوية زي ما قلت الكلمة مخدومة متاخدة من القبطي، وبعد كده نلاقي نفسنا يعني في منظر سفر رؤيا نلاقي فيه بخور بطريقة واضحة جدا، يمكن في الإصحاح 12 والإصحاحات الثانية إصحاح 14 قصدي في أكثر من إصحاح موجود منظر البخور. وهنا زي ما قلت لكم اتسمت مجمرة لأن فيها جمر، وبعدين في نفس الوقت معمولة من المعدن ومنقوش عليها حاجات كتيرة قوي، وفي نفس الوقت لها ثلاث سلاسل اللي بيرمز للثالوث، وفي سلسلة في النص ترمز الله الواحد، وفي القبة اللي فوق دي بترمز للسماء، وفي نفس الوقت الكاهن فوق في حاجة زي خطاف، وده بيخلينا نشوف في الخطاف ده السيد المسيح اللي جه واخترنا وخلانا نبقى أولاده علشان نتمتع بالحياة الأبدية. من الحاجات برضو اللي معروفة في الشوية في بعض الأوقات يبقى فيها زي إيه؟ زي حاجات تعمل صوت جلاجل كده تعمل صوت، والكاهن بيمر بيها علشان تنبه المؤمنين لعمل الخير واليقظة والاستعداد للصلاة والتناول. التجويف اللي فيه الشوية ده بيشير لبطن الست العذراء وأحشائها، يعني المكان اللي استحق أن يحل السيد المسيح فيه. في نفس الوقت في حاجة برضو تانية على البخور، بيقول البخور برضو بيرمز، خدوا بالكم الجماعة المجوس لما جم قدموا إيه؟ ذهب لبيان البخور ومر. عشان كده يبقى انا لما بنبص على الفحم وكده نفتكر
العلامة أو الموقف اللي حصل مع المجوس، وفي نفس الوقت نفتكر برضو مع البخور يوسف الرامي ونيقوديموس لما أخذوا الجسد وبدوا إيه يطيبوه ويلفوه بالأكفان. طبعا لما بنولع في الشوية بنقول في كمال اتحاد بين الناسوت وبين اللاهوت، لأن احنا كان عندنا فحمة كده يعني تعبانة خالص. لما حطينا أو ولعنا فيها بدأت تبقى إيه؟ تبقى فعلاً متحدين، وفعلاً ده تجسد السيد المسيح. برضو زي ما قلت لكم السويان لما عملوا شالوا السلاسل والحاجات دي بدأت تبقى المبخرة كده في إيده، وبعد ما نخلص بيحطها إيه؟ بيحطها على المذبح. وفي بعض الأوقات يعني كانوا يستخدموها في زيارة القبور علشان يعني يذكروا تقديم القرابين لأحبائنا المنتقلين. في برضو حاجة بنسميها الدرج بتاع البخور، والدرج يعني معناها الصندوق، وعادة الصندوق ده بيبقى صغير وساعات بيبقى معمول من ذهب، ساعات من فضة، ساعات من خشب، يعني كل دي حاجات مش مهمة. المهم ان هو المكان اللي بيتحط فيه البخور علشان يوصل للمرحلة اللي احنا هنستخدمها في القداس. مهم قوي يا احبائي ان احنا نبقى عارفين ان البخور يعني حسب امر موسى من زمان في سفر الخروج قال لي يقدس لاسمه البخور. وطبعا يعني ربنا ساعات رفض بخور الناس اللي كانوا عايشين في الخطية، وعشان كده كده قال لهم ايه؟ انا مش هنقبل البخور يعني مع الاعتكاف، او الخطية مع الاعتكاف، يعني اذا كان في خطية والواحد يعني ماشي فيها وصايم او قريب لربنا، فربنا ما ايه؟ يبقى الصلاة بتاعة الانسان ده مبذولة، وبالتالي البخور بتاعه يبقى ملوش لازمة. طبعا يعني تقديم البخور مش زي بعض الطوائف بتقول ده نوع من عبادة الأوثان، لا، احنا بنقدم البخور لمائدة الله الموجود عليها جسده ودمه الأقدسين، ما احنا ما بنبخلش الوثن ولا حاجة يعني تبع الشيطان. وبالتالي يعني احنا زي ما في العهد القديم تلاقي ان زي ما قلت لكم الذبائح والمحرقات كان البخور ده حاجة مهمة، وكان في نفس الوقت رمز لان الانسان بدأ صلواته ترتفع لفوق وربنا يستجيب. انا عايز اقول لكم ان كل رمز في العهد القديم هو بيتحول لحقيقة في العهد الجديد. يعني عايز نقول البخور ده في العهد القديم كان بيتقدم على مذبح وبيتقدم كده وبتاع، ونلاقي نوع بالكلام ده، احنا في العهد الجديد بنقدمه بمفهوم مختلف خالص. عشان كده موضوع العهد القديم ملناش دعوة بيه في الحكاية ديت، لان احنا ما عندناش مذبح البخور، احنا المذبح مذبح واحد نقدم عليه الذبيحة ونرفع عليه البخور، ونفتكر دايما ان احنا نفسنا صلواتنا ترتفع كرائحة بخور مقبولة امام الله. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة كده عشان نعيش مع كنيستنا في الحاجات دي كلها. وخدوا بالكم يا جماعة البخور يعني ساعات يبقى في الصوم والصلاة والتسبيح والاعترافات، يعني البخور فيه كله بيبقى موجود في حياتنا جوه الكنيسة وفي علاقتنا بربنا. ربنا يدينا نعمة ونتمتع بكل البركات وكل النعم والعطايا اللي احنا بنتمتع بيها في الكنيسة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.